مساء الخير واهلا بحضراتكم على شاشه اكسترا نيوز وبث مباشر من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. احنا موجودين هناك لتغطيه كل فعاليات هذا المنتدى الثالث والذي انطلق اليوم من مدينه شرم الشيخ. تابعنا طبعا الافتتاح. هذا المنتدى الذي يقام كل عام في مدينة شرم الشيخ ويحضره شباب من كل دول العالم، يحضره أيضا كبار المسؤولين في مصر من أول القيادة السياسية، من أول الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بالسادة الوزراء والمسؤولين وأيضا الشخصيات العامة. هنا في هذا المنتدى النهاردة كان الافتتاح، ويستمر المنتدى 4 أيام ويتم اختتامه إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل. خلال الأيام القادمة في عدد من الجلسات في ملفات مختلفة هيتم التعامل معها وتناولها. الرئيس، المسؤولين بيكونوا حاضرين، بيستمعوا لكل الآراء اللي بيطرحها الشباب، بيناقشوهم، بيردوا عليهم. فالحقيقة أنه المنتدى زاخر جدا في فعاليات كتير إن شاء الله نكون متابعينها مع حضراتكم. إحنا دلوقتي في بث مباشر من مدينة شرم الشيخ، ومعانا كعادتنا يوم السبت الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل. نتوقف معاه إيه اللي هو أكتر شيء لفت انتباهه النهاردة، ونتوقف معاه كمان أمام كل ما يطرح في هذا المنتدى. أهلا بيك أستاذ عبد الحليم. أهلا وسهلا، منور شرم الشيخ. نورك. قولي طبعا تابعت حفل الافتتاح النهاردة، إيه اللي توقفت أمامه في الحفل، إيه اللي لفت نظرك؟ يعني هو بصفة عامة المؤتمر كمنصة دولية للشباب هو طاقة بهجة وطاقة إيجابية. يعني اعتقد انه يعني هذا هو المعنى الروحي الاساسي المحيط بهذا المؤتمر، وقد اتيح لي ان احضر نسخته الاولى. طبعا الحضور هذه المره اكبر بكثير، تقريبا وصل الى ضعف عدد الحضور في النسخه الاولى، اكثر من 7000 شاب وشابه من مصر مختلف انحاء العالم. الشيء الذي يلفت النظر في هذه المنصه العالميه للشباب هو أنها أولا تتم بتنظيم راقي جدا من قبل لجنة من الشباب ذاتهم بتنظم هذا المؤتمر، بدءا من دعوة الناس مرورا بانتقالهم وتسكنهم ونقلهم إلى ندوات أو الملفات أو الفعاليات المنتدى. اثنين، من المعروف طبعا ان هذه المنصه كمنصات اخرى في الفتره الاخيره خاصه في عهد الرئيس السيسي لا يجري دفع تكاليفها من الخزانه العامه للدوله، بل تقوم على فكره اساسيه. دي نقطه مهمه يا استاذ عبد الحليم. الرعاه، يعني في عدد كبير جدا من الشركات والبنوك قاموا بالرعايه الماليه لهذه النسخه الثالثه من المنتدى شباب العالم. الشيء المميز ايضا ان هو طبعا بيجري في شرم الشيخ، يعني وجوده في شرم الشيخ ذاتها وهي مدينه يعني عالميه من حيث سمعتها ومن حيث جمالها ومن حيث كونها مقصدا اول للسياح، انا اعتقد كمان ان هو فوق طاقه التنظيم التي وراء هذا المنتدى وطاقه الرعاية وراء هذا المنتدى. وجوده في شرم الشيخ بيعكس للعالم كله فكرة عودة شرم الشيخ كعاصمة يعني للسياحة المصرية التي شهدت انتعاشا في العامين الأخيرين، في العام الأخير بالذات. نتمنى أن يتضاعف هذا الانتعاش وأن يكون بمقدورنا منافسة دول سياحية أخرى في المنطقة. كويس، ايه اللي لفت نظرك النهارده في حفل الافتتاح يا استاذ عبد الحليم؟ كان في طبعا اكتر من شخص اتكلم وتجارب سمعناها انسانيه وحياتيه، ايه اللي لفت نظرك؟ يعني المؤتمر بيعقد تحت عناوين عامه من نوع الاحياء الانسانيه، فكره السلام، فكره التنميه. كان واضح جدا في حفل الافتتاح انه بيؤكد على معنى مزدوج، معنى التحدي ومزدوجا او مضافا اليه المعنى الانساني الجامع، بمعنى ان الظروف التي يمكن ان يتعرض لها اي فرد في اي حضاره في اي سياق في اي دوله وارد جدا ان تكون طاقه التحدي اللي برزت خلال الجلسه الافتتاحيه المؤتمر من خلال بعض الايحاءات والرموز وارده. ايضا فكره الانسانيه، النزعه التي يحتاجها العالم الان المليء باشكال من الكراهية والتعصب والقتل
في المقابل المؤتمر حاول أن يقدم يعني الفكرة النقيضة اللي هي فكرة وحدة الإنسانية وتنوعها في ذلك في ذات الوقت. لفت نظري في طبعا هذه التجارب الملهمة، يعني مثلا جيسيكا الشابة بدون ذراعين التي تعمل قائد طائرة، يعني أول قائدة لطائرة في العالم كله بدون ذراعين، كيف يمكن أن تتصرف بأصابع قدميها؟ وعملت لنا تجربة بسيطة من كده أول على المسرح، فكرة ارتداء الحذاء وربط الحذاء إلى الخروج إلى التفكير خارج الحذاء كما قالت، وتحولها إلى قائدة طائرة. أعتقد أن هذا يعني نوع من الإعجاز بيدل على أنه قوة الإرادة والتحدي الظروف يمكن أن تقهر الصعاب مهما بلغت. أيضا قدم نموذج لعارضة الأزياء، يمكن أول عارضة أزياء محجبة صومالية الأصل أمريكية الجنسية الآن حليمة. طبعا تقديم عارضة أزياء محجبة في مثل هذا الوقت وفي ظل ما نعرفه من الإسلاموفوبيا عموما في الغرب، لأنها كلمت أنها بتقدم أزياء للمحجبات وبتقدم حتى البوركيني اللي هو لباس البحر الخاص بالمحجبات والمحجور في عدد كبير أو في عدد لا بأس به من الدول الأوروبية على الأقل، فرنكوفونية الهوى وغيره. ففكرة لحد كبير بيعكس افتتاح المؤتمر روح المؤتمر، يعني فوق طاقة البهجة والتحدي بيعكس فكرة النزعة الإنسانية والموقف ضد التمييز، موقف ضد التنمر، الإيمان بوحدة الإنسانية رغم اختلافات اللون والجنس والقومية والجغرافيا والتاريخ. شفت اختيار الطفل زين كمان ازاي انه يكون موجود يعني والله في الافتتاح؟ يعني طبعا الطفل زين يعني قدم باعتباره طبعا كل شيء بمشيئة الله وكل شيء بإذنه، باعتباره يعني هو بدأ طفلا يعني كاريزماتيا، يعني لفتني في شخصيته انها شخصيه كاريزميه رغم صغر سنه نسبيا 12 سنه. لفت نظري ايضا طريقه نطقه الامريكاني للغه الانجليزيه، لفت نظري كمان جرأته انه لا يتهيب موقفا صحيح يقف فيه على المنصه امام الاف من الناس متنوعي المشارب. طبعا قصته ضد السرطان واللي هجمه في سنه صغير وهو 5 سنوات إلى الآن، والشجاعة هي هو مثال ملهم لفكرة تحدي السرطان. طبعا البشرية تقدمت واخترعت أدوية لعدد كبير من الأمراض، طبعا لا زال السرطان بيمثل ربما إلى جانب الإيدز في بعض أنواعه تحديا كبيرا للطب، لكن التحدي الإنساني وشجاعة مواجهة السرطان لأكثر من مرة كما فهمت أعتقد أنه يستحق مع وزين بهذه الصورة التي بدأ عليها مواجها متحديا لبقا غير متهيب أن يسمى كما تقول عنه إعلانات البطل زين. صحيح. طيب احنا لاحظنا كمان حاجة انه قبل بدء الفعاليات الحفل الافتتاحي يا استاذ عبد الحليم، الرئيس السيسي كان حريص على استقبال كبار الضيوف، يعني استقبل وشفنا صورة طبعا النهاردة وهو يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، ولي العهد الاردني الامير الحسين بن عبد الله الثاني، شفنا ايضا وهو يستقبل الامير خالد الفيصل وهو امير منطقة مكة ومستشار خادم الحرمين الشريفين، وايضا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. قل لي شايف ده ازاي؟ يعني انا النهارده مثلا وانا شايفه هذا المشهد حسيت انه المؤتمر او المنتدى ليس فقط منصه للشباب ولكن ايضا لكبار القاده والمسؤولين في دول العالم. يعني الفكره الاساسيه ان المؤتمر الى الان من نسخته الاولى وصولا الى نسخته الثالثه يعمل كمنصة عالمية. يعني ايه يعمل كمنصة عالمية؟ صحيح انه ينطلق من مصر لكنه يمتاز بشيء مألوف هو فكرة المؤتمرات الدولية اللي هي ما اسميه روح الامم المتحدة. يعني الكلام عن انسانية هي غالبا ليست موجودة، يعني امل وحلم وشوق
في عالم آخر تنتفي فيه أشكال الصراع والحروب والتعصب والكراهية إلى آخره. فهو ينظم على طريقة مؤتمرات الأمم المتحدة، بس تضفى عليه روح شبابية، تضيف إليه طاقة بهجة وإحساس يعني إيجابي يعني يستمد من روح الشباب. حضور الكبار زي الرئيس عباس أو عجيلة صالح أو غيرهما طبعا حصل في النسخ السابقة، لكن ده أمر طبيعي يعني في تطور البشرية، الناس تكون يعني تدخل في أمر الشباب ثم تشيخ ثم إلى آخره. هؤلاء أكيد وهم يشاهدون ما يجري يحسون بخطأ المثل الذي تورثناه، إن الكبير عنك بسنة الأكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة، حقيقة الأصغر منك بيوم يعرف عنك بعشر سنوات الآن. ده حقيقي. طيب اسمح لي بالتطور الهائل اللي حصل في موارد المعرفة. هنروح لفاصل أستاذ عبد الحليم ونرجع نكمل مع حضرتك. هستأذن السادة المشاهدين نروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الكاتب الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل مباشرة من مدينة شرم الشيخ. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم في تغطيتنا المباشره من مدينه شرم الشيخ لفعاليات المنتدى شباب العالم الثالث او في نسخته الثالثه. مره ثانيه اهلا بك استاذ عبد الحليم. اهلا وسهلا. تابعنا هذا المنتدى منذ بدايته، يعني النسخه الاولى كانت في 2017 ثم في العام الماضي 2018، وقتها حتى كنا منبهرين بالعدد الكبير اللي حاضر اللي كان وقتها 5000 شاب وفتاه، والحقيقه انه السنه دي زي ما حضرتك كنت بتقول لا في مضاعفه، يعني في طبعا اعداد اكثر. وبدأ ب 3000 شاب تطور الى 5 ثم تجاوز السبعة يعني. الان وصل لحدود 8000 بالضبط. وطبعا في كل مرة بيبقى في تناول لموضوعات وقضايا دولية ذات اهتمام طبعا من قبل كل دول العالم والشباب في دول العالم، بيبقى في تطوير طول الوقت. شايف ازاي الحرص على عقد هذا المؤتمر بشكل دوري كل عام هنا في شرم الشيخ، او يمكن اتكلمنا على المكان ولكن فكرة صحيح. تكراره وفكرة انه على طول في تطوير في الاسلوب وفي القضايا اللي بيتناولها. يعني اعود فاؤكد انه يعني هذا المؤتمر في نسخه السابقة ونسخته الحالية لا يكلف خزانة الدولة مليما واحد. تمام. وانه قائم بالاساس على فكرة الرعاة، والرعاة هم شركات وبنوك مصرية. اثنين، فكرة انه منصة دولية للشباب تنطلق من مصر. من المؤكد ان هذا صوت اخر، يعني كثير من وسائل الاعلام العربية وبعض الدولية بتتابع ما يجري، فهذه المنصة وانعقادها السنوي بتوفر اخبارا ايجابية عن مصر في بيئة معادية لمصر، او يعني لا تريد ان تعكس صورة ايجابية عن مصر، خاصة في بيئة الاعلام الغربي. ولا زال هذا الامر قائما الى حد يلزم معه ان احنا نتكلم في بقية الجوانب، لانه ليس بالمنصات وحدها تتغير الصورة. ثلاثة، هذه المنصة كما قلت من حيث المضمون بتتسع مضامينها. يعني على سبيل المثال هذه النسخة بتتعرض لملفات زي ملف الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، في ملفات متكررة اللي هي تبادل الثقافات، فكرة مسرح شباب العالم عقد في العام الماضي وتكرر عقده في العام الجاري، لكن تبادل خبرات في ريادة الأعمال وغيرها والشركات الستارتنج الجديدة أمر قائم عند الشركات الناشئة. أيضا فكرة الـ يعني هذا التعارف الواسع الذي يعكس اهتمام مصر بأفريقيا. هناك عدد كبير جدا في حدود بالنظرة العامة من الشباب الأفريقي، وده أمر طبعا يعد استطرادا لمؤتمر الشباب العربي الأفريقي ولمنتدى أسوان والغيرها من المنصات التي تحرص مصر على أقامتها. فيما يلحظ أنه يعني توسع في سياحة المؤتمرات أو في المؤتمرات الدولية المختلفة الأغراض، سواء أغراض اقتصادية أو أغراض اجتماعية أو سياسية أو رياضية. تكرار هذه الانعقادات في مصر أيضا بيعطي صورة
عكس الصورة التي يريدون أن يصوروا أن ينتهوا إليها، خاصة في سيناء التي يعني لا تظهر في أي إعلام إلا باعتبارها حقلا للخراب والإرهاب وإلى آخره، وهذه صورة مزيفة بالكامل. صحيح. السؤال الجوهري، هل نحن بمقدورنا أن احنا نستفيد بطريقة أرسخ من هذه المنصة التي توفرت، يعني توفرت المقدرة على تنظيمها وتمويلها من خارج خزانة الدولة، وهذا الحضور المبهج الفياض يعني للشباب ومقدرتهم المتطورة على التنظيم، هل بالوسع إضفاء مضامين أكثر تحديدا؟ أنا أتصور أنه جميل جدا أن نتحدث عن الإنسانية وعن رفض التعصب ورفض التنمر وعن تحدي الإعاقة وعن كل هذا جميل في كل وقت وفي أي مكان، لكن أتصور أنه المؤتمر دولي أكثر من اللزوم، بمعنى أنه لا يأخذ في حسابه أنه ينطلق من جغرافيا بعينها ولا من تاريخ بعينه ولا من اهتمامات بعينها. كويس، دي نقطة مهمة بس اسمح لي ناقش حضرتك فيها. فكرة أن حضرتك بتقول أنه هذا المنتدى دولي أكثر من اللازم، يعني مش عارف أنا ممكن يعني كلام حضرتك ده إذا كان المنتدى ده هو الوحيد اللي بيعقد في مصر طول العام فممكن يكون طبعا وجهة نظر حضرتك يعني أكيد في محلها، بس إحنا بيبقى عندنا المنتدى العالمي مرة في السنة وبيبقى عندنا طول السنة مؤتمرات بقى شباب. طبعا في مؤتمرات شباب يعني دي بيبقى فيها فرصة يعني أنا أريد بس أن أسجل ملاحظة مثلا على الحفل، حفل الافتتاح من حيث تنظيمه ومن حيث جمالياته ومن حيث تقديمه معد جيدا، والنماذج التي قدمت في ذاكرتنا وذاكرة المشاهدين، يعني في نموذج جيزيكا، في نموذج فاطمة حليمة، حليمة، في نموذج زين ميشيل اللي هو من الكونغو، ميشيل صحيح، وفي زين طبعا اللي هو المصري. في هذه النماذج مثلا لا يوجد نموذج عربي واحد. يعني ده 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 يعني شيء خطير. ليه زين مصري؟ وكان في ايضا المرشده السياحيه اللي اخذتنا في جوله. المرشده السياحيه المصريه ايضا. صحيح. المرشده السياحيه المصريه. يعني زين مصري. تقصد ما فيش نموذج عربي وجه غير مصري يعني. على وجه الاطلاق. يعني 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 ففيه قفز من المصريه من المحليه الشديده جدا للعالميه، يعني لجيسكا الأمريكانية وطبعا حليمة الأمريكانية أيضا، فيعني أمريكية صومالية. ما هم في النهاية يعني يعني الشيء الآخر ما واضح أيضا إن جيسكا من ملامحها آسيوية جدا. صحيح. يعني مش كمان أمريكان يعني. فالانشداد للمركز بهذه الطريقة والميديا بهذه الطريقة والتقاط النماذج من الميديا، ما أعرفش إلى أي مدى هل هذا يعكس كسلا مثلا في البحث عن نماذج حقيقية يلقى عليه الضوء لأول مرة في المؤتمر بحيث تعد اكتشافات للمؤتمر، ثم إذا كنا بنجتذب إلى مصر كمحط للمنصة وكموضع لهذه المنصة نماذج مشهورة عالميا، جميل، في نماذج مشهورة عربيا أيضا، وفي نماذج ذات مغزى يعني، وده له علاقة بكلامنا عن الإنسانية، جميل جدا أن نتحدث عن الوصايا العشر وخلقناكم قبائل أمم واللي تعرفوا، لكن الناس من نفس واحدة، وهذه الروح الميالة للموقف ضد العنصرية والكراهية والتعصب وتأكيد المساواة الإنسانية، جميل، لكن هذا الكلام سيظل يقال في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. أن ننظر عاليا إلى السماء البعيدة حيث الأحلام والأشواق وأن ننسى ما تحت أقدامنا على هذا النحو شيء برضه لا أعتقد أنه مفيد لوعي الشباب. تمام. لا أعتقد يعني على سبيل المثال إحنا بنتحدث عن عدم وجود يعني صورة عربية، نحن حيث نجلس الآن وحيث يعقد المؤتمر في شرم الشيخ أقرب وطن إلينا وطن عربي هو فلسطين، حيث توجد مأساة فريدة جدا، آخر استعمار قديم عارفه التاريخ استعمار استيطاني إحلالي. يعني مثلا لو كنت أتصور أنه قد يكون ملائما جدا أنه شاب زي عهد التميمي مثلا
وهي لا ينقصها جمال الامريكيات ولا يعني لا تنقصها اي معايير في الدنيا، وفي نفس الوقت اجمل منهن جميعا، ثم انها اجمل منهن في في التي اقدمت عليه، انها تمثل صوره للتحدي الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي، وهكذا يعني في اعداد هائله من الاطفال ومن الشباب ومن الشابات في سجون الاحتلال الاسرائيلي او يستشهدون يوميا او كذا. اللي هي فكره ان احنا يعني لابد ان ندرك بعدنا الجغرافي. هذا المؤتمر حين يعقد في مصر لابد ان يعكس روحا معينا، واذا كان حتى ينظم على طريقه الامم المتحده، فالامم المتحده في جمعيتها العامه بتهتم بالقضيه الفلسطينيه فيما لا يهتم مجلس الامن على سبيل المثال ويستخدم في حق الفيل. هذه دي الفكره اللي انا بتكلم عليه، ان احنا كمان منصة دولية بس لابد ان نكون راكزة على ارض واضحة جدا. طبعا وجود الرئيس عباس، ملاحظة مهمة، وجود الرئيس عباس طيب الى جوارنا ليس شابا يعني ليس شابا، ولكن هو طبعا يعكس يعني مفترض ان يعكس وجود الرئيس عباس الى جوار الرئيس السيسي اهتماما خاصا بالقضيه الفلسطينيه، وهذا وجود متكرر للرئيس عباس في هذا الانعقاد وهذه المناصب. لكن اعتقد انه كانت تفرق جدا لو احنا عندنا رمز فلسطيني، وما اكثر الرموز الفلسطينيه في انت بتتكلم عن التقريب بين الثقافات والحضارات. طب يا اخي خلاص قرب بين شعوب امه واحده، كان اثر هذا الكلام في هذه المنصه الدوليه على الشعب الفلسطيني يعني تضامنا معنويا هائلا جدا. طيب. اما ان نوجه قيمنا في نتحدث عن قيم في الهواء الطلق وفي الهواء المفتوح وفي اللا مكان واللا زمان، فهذا عيب كبير جدا. تمام. خلينا برضو نعرف مشاهدات حضرتك ايه فيما يخص تنظيم هذا المنتدى من قبل الشباب وغيره من المؤتمرات الحقيقيه التي تنظم الان. التنظيم راقي الى اي مدى ده بيدي فكره عن رياده مصر او عوده مصر مره ثانيه لريادتها؟ ايضا بيقدم ايه للشباب اللي بيحضروه من مختلف دول العالم يعني؟ لا هو بيقدم الاستفادة. اولا هو يقدم لكل الشباب العالم الذين يحضرون على مصر فرصة لزيارة مصر، هذه واحدة. وطبعا مصر في جدول الزيارات وفي جدول الحضارات حضارة راسخة جدا وقديمة، وما أن تذكر يعني أشياء بعينها كالأهرامات أو معابد الأقصر أو غيرها إلا وتكون يعني هدفا يعني محببا للزيارة. فهو يوفر لكل هؤلاء فرصة لزيارة مصر، فرصة لأن يلمسوا بعينيهم وبأقدامهم وبتحركاتهم الوضع الحقيقي في البلد. فده جزء من اللي هي فكرة القوى الناعمة. هؤلاء سيعودون إلى بلدانهم وإلى أسرهم وإلى محيط عملهم، وسوف ينقلون ما رأوا وهو ضد الصورة التي يراد تصديرها عن مصر في كثير من جوانب. هذا شيء إيجابي لا شك فيه. إذا أحببت أن أقول ماذا يقدم هذا المؤتمر 100% يعني بدرجة 100%، فهو كونه مؤتمرا للجذب السياحي، يعني هذا في المقام الأول في تقديري. اثنين، هو يسهم إعلاميا بس بصورة موقوتة ليس على كل خريطة السنة طبعا، في تبديد جانب من التشويه الذي يلحق بصورة مصر لأسباب سياسية في بيئات الغرب بالذات. بعد ذلك في المضامين، إلى أي مدى هذه المضامين تؤسس وعيا جديدا أو تضيف جديدا؟ يعني على سبيل المثال فكرة المحاكاة، محاكاة الجامعة الدول العربية، محاكاة الأمم المتحدة، محاكاة مجلس الأمن، محاكاة الاتحاد الأوروبي، محاكاة المحاكاة المنتظر أن تكون في هذا المؤتمر اللي هي محاكاة اتحاد المتوسط على سبيل المثال. هي فكرة يعني أنا تقديري هي فيها تنطوي على جانب من تدريب الشباب على الوجود في هذه المحافل وكيف يتحدثون وكيف يدافعون عن قضاياهم وكيف يختلفون. هذا شيء جميل، لكن كمان هي فكره متكرره جدا، يعني 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 فكره المحاكاه فكره تيمه يعني اصبحت مكرره جدا جدا. خاصه كنت افضل انه فكره مسرح شباب العالم يتحول الى مهرجان مسرحي حقيقي، يعني تستقدم له فرق، يعني لا يكون يعني من باب يعني تنميه الهوايات او اكتساب بعض الفنانين. انا عاوز مسابقه مسرحيه عالميه مثلا، مصر
كان فيها مهرجان اسمه مهرجان المسرح التجريبي، وكان تقليعة في وقته لأنه بيتكلم في الوقت الذي يهوي فيه المسرح التقليدي، إنجزنا التعبير، إنجاز التعبير، كان يقام سنويا مهرجان المسرح التجريبي. مصر تكاد بالكاد هذا العام عملت مهرجان محلي أو نوع من التكريم للمسرحيين السابقين. إذا أنت من خلال منصة عالمية قادر توري الشباب المصري وتحفز الشباب المصري المبدع أن يشارك بمسرحيات تنتج خصيصا لهذا الانعقاد بفنانين شباب من المحترفين وليسوا من الهواة، أنا أعتقد أنه تطوير مسرح منتدى شباب العالم إلى هذا المعنى أنه مهرجان دولي للمسرح الشبابي، حتى إذا أخذنا يعني واشترط المشاركين فيه أن يكونوا تحت سن معينة، الأربعين سنة أو الخمسة وثلاثين سنة أو شيء من هذا القبيل، يكون هذا يعني أنا عيني على فكرة إعطاءه مضمونا يظل يتردد طول السنة. يعني بمعنى هو طبعا بيتردد خلال شهور لأن المنتدى شباب العالم شارك في المجلس في الكلام عن ندوة الشباب وحقوق الإنسان في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وأدخل فكرة مشاركة الشباب وأشياء من هذا القبيل، يعني في نوع من التحرك. لكن أنا أتصور أنه الإعداد لهذا المؤتمر ما دامت قد توفرت أسباب انعقاده المالية بالصورة التي تحدثنا عنها، وظهرت الطاقة التنظيمية الهائلة للجنة الجاني المنظمة، وده يعكس جيلا جديدا من تنظيم المؤتمرات من منظمي المؤتمرات الدولية. كمان لابد أن نهتم بإعطاء مضامين تفرق كل نسخة عن الأخرى، يعني يتقال إن نسخة مؤتمر الشباب الثالثة فيها كذا، مش ألف موضوع، مش عشر موضوع، هذا التشتيت كمان التوصيات يا أستاذ عبد الحليم بعد ذلك، يعني ما أو نبني ما فيش إمكانية، يعني اعتباره هيئة دولية كما يتصور البعض وهتصدر عنها توصيات تتلقاها جهات تنفيذ، هو تصور مبالغ فيه. هذه ليست آلية دولية، أنت بتقيم منصة دولية زي ما تقيم مثلا مهرجان القاهرة السينما، وفي مهرجانات السينما في مهرجانات دولية معترف بها كمهرجان القاهرة ومهرجانات أخرى غير معترف بس في بعض التوصيات قبل كده خرجت عن المنتدى في نسخه السابقة وتم تفعيلها بالفعل. ما لا لا يعني أعذريني، يعني لم أسمع بتوصية تم تنفيذها ومن أي جهة إلا كلام مثلا الإفراج عن يعني أو مراجعة والعفو. ده كلام ده كان في مؤتمر الشباب صحيح، ده خاصة، ده حاجة خاصة مصرية. وأحب هنا أنه يعني إحنا هنا حاسين في المؤتمر بروح من البهجة والطاقة الإيجابية لا شك في ذلك، يعني وجود الشباب في ذاته باعتباره عنوان على الحياة وعلى التجدد بي 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 بيضيف يعني أحاسيس الورود إلى النفس، لكن إحنا كمان عاوزين كل المصريين يحسوا بالبهجة. فعلى ذكر فكرة أنه كان حدث في إحدى جلساته أن استجاب الرئيس لفكرة التفكيك الاحتقان السياسي وشكل لجنة العفو الرئاسي التي أفرجت عن مئات من الشباب، أنا أعتقد أن الاستطراد في هذه المبادرة داخل المنتدى أو خارج المنتدى قد يعطي فرصة للمصريين في النسخة الرابعة بإذن الله أن يبتهجوا جميعا، لا أن يقتصر الابتهاج على من حضروا مثلنا أو مثلي على الأقل، أنا ما أعرفش أنت حضرت إزاي يعني على حساب المؤتمر وركبت طيارة على حساب المؤتمر وقاعد فندق على حساب المؤتمر وكذا، جميل، إنما ومتشكر لكل الذين يعني فعلوا ذلك. لكن كمان أنا عندي إحساس قوي ورغبة قوية، ومدام ده مؤتمر أحلام ومؤتمر أشواق وأنا لست شابا، لكن أنا عندي حلم وعندي شوق أن كل شباب مصر الذين وقعت عليهم مظالم أيا كان نوع هذه المظالم، مظالم اجتماعية أو مظالم سياسية، يطلع عليهم نهار. صحيح. طيب عايزة أسأل حضرتك، أكيد طبعا تابعت يعني أجندة أو جدول المؤتمر، وفي البداية كده توقفنا أمامها سريعا، قولي إيه الجلسات اللي متوقف أمامها، إيه الجلسات اللي مهتم يعني تتابع؟ أنا لفت نظري أنه هذا المؤتمر رغم صيغته الشبابية حضروا ليونج اللي هو رئيس هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية،
وفكرة اليونيدو، فكرة حضور رئيس هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تصور الشخصي مسألة إيجابية شديدة الإيجابية جدا، خاصة أننا بلد يتطلع إلى التقدم ويعتبر أن التصنيع، والرجل تحدث عن بالذات عن فكرة التصنيع، أن التصنيع هو معبر هذه الأمة من التخلف إلى التقدم كما كان معبرا لكل أمة سبق. اثنين، أن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وهذا وارد في ملفات وفي جلسات المؤتمر، بدأت مصر على نحو خجول من خلال مصانع الانتاج الحربي ومن خلال اتفاقات مع شركات ألمانية وشركات صينية للدخول في فكرة الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي التي هي الصناعة المعتمدة على فكرة الروبوتات وتطويراتها وقيامها بأدوار في عملية الانتاج. وهذا يدفعني كمان لأنه المؤتمر، عشان يحيي مؤتمر اللي هو المنتدى شباب العالم، احنا قلنا ان في ملاحظة ان منتدى شباب العالم لابد ان يعي معنى الجغرافيا التي تنطلق منها، واشرنا لاهمية وجود الجانب العربي او الحلقة العربية، ليست موجودة على الاقل في هذه النسخة، ربما كانت موجودة في نسخ سابقة، انما كمان اذا كان في جانب مصري على نحو ما اشرت انت اليه، انه هذا المؤتمر في نسخته في نسخة 2017 لا مش 2018 اللي فكرة العفو فكرة العفو وقرارات العفو، اعتقد انه مع كمان امل انه يأتي على هذا البلد يوم قريب باذن الله يصدر فيه، تتطور فكرة لجنة العفو الى قانون عفو عن كل من لم يتهم ولم يحاكم في قضية عنف او ارهاب مباشر، وهذا طبعا يدخل فرحا غائبا لكثير من الاسر المصرية المكلومة الان. الجزء المهم كمان ان انا اتصور انه مطلوب مش بس الذي يتحدى الاعاقة، يعني على النحو الذي قدمته جيسيكا امر يستحق التقدير والاعجاب جدا والاحساس بالمعجزة، لكن كمان احنا محتاجين نقدم يعني افضل عامل في مصر في السنة، افضل مهندس، افضل طبيب، محتاجين نقدم. قد يقال لي ان هناك نسخ محلية اللي هو مؤتمرات الشباب التي تعقد لأكثر من مرة خلال زي ما انا قلت كده من شوية، ماشي، قد يقال لي، انا اقبل ان يقال لي ذلك، بس في ضوء منصة دولية مصر تحتاج الى ان تصدر صورة عن نفسها ليست فقط مستندة الى ميراث الماضي، وليست فقط مستندة الى جمال الطبيعة، الى جمال الانسان ومقدرة الانسان ومعجزة الانسان. نحتاج فتطوير المسرح لكي يكون مهرجان مسرح دولي للشباب، مسرح شباب العالم، واضفاء مضامين اكثر كويس صله بنا كالمضمون العربي او المضمون المصري في وجوه التقدم التي ينجزها الشباب، شباب الابتكارات، شباب البحث العلمي، وده شباب حصل كذا. حصل زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه، يعني في النسخ المحليه كثيرا، يعني نماذج كثيره عرفناها وتعرفنا عليها. اذا نظرنا الى النسخه المحليه باعتبارها تجري في الظل، وهذه تجري في ضوء غامق، هي هذه لا تجري في الظل، يعني ولا كلنا شفنا وتابعنا مثلا ياسين الزغبي، يمكن ده اللي انا متذكره انا دلوقتي. طبعا وغيره يعني بستجي. وبالعكس واخدت دعايه كبيره يا استاذ عبد الحليم، اخدت وفي مؤتمر اخر اتقدم مهندس تقدم كتير، يعني كرم مهندسون عاملون في بعض المشروعات. صحيح. انا اريد لهذا ان يكون تقليد، والفنانات والفنانين، لا لا لا، الفنانات والفنانين كفايه، انا بتكلم على الفنانات، مش عاوز العمارة. لا فنانات ولا فنانين يا استاذ عبد، انا بتكلم على الفنانه اللي بتعمل اللي بيبتكروا وبيخترعوا حاجات المصريين. جميل. للشباب جميل. احنا لو بنتكلم عن التصنيع وجايبين رئيس هيئه التنميه الصناعيه يتكلم في مؤتمر الشباب وهو ليس شابا، لكن هو بيتكلم بالمنطق التالي، ان القوى المنتجه الاساسيه في العالم في بطاله للشباب، ومطلوب ان البطاله تنتهي وتقدم الشباب كقوه منتجه لانهم بيشكلون 40% على الاقل او اكثر من قوى البشريه في العالم. هذا الكلام لابد ان يعكس نفسه في تبديل الاهتمامات كويس، انا واعطائها ابعاد اكثر واقعيه. نريد الانسان العادي، تمام. الإنسان العادي المجد في عمله، المبتكر، المضيف،
أن يرى في الصورة. وضحت الجزئية دي، معلش عشان الوقت مش كفاية، بس بما أنه ذكرت الشأن العربي فسريعاً عايز أتوقف مع حضرتك أمام مثلاً الأوضاع في ليبيا، وخليني أقول أنه على هامش المنتدى التقى الدكتور علي عبد العال، وده الخبر اللي هقوله للسادة المشاهدين، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب التقى بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المشارك في المنتدى، والحقيقة أنه عبد العال أكد تفهم مصر للأوضاع في ليبيا واعتبار مصر مجلس النواب الليبي الكيان الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي، مشددا على دعم ومساندة مجلس النواب المصري للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب. ومن جانبه أعرب المستشار عقيلة صالح عن بالغ شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصري الداعم لمجلس النواب الليبي وقواته المسلحة، قائلا: وقوفكم مع الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التي تمارسها الجماعات الإرهابية وميليشيات المسلحة والدول الطامعة والداعمة لهذه المشاريع الخبيثة. وأكد رئيس مجلس النواب الليبي مدى ثقته في مصر قيادة وشعبا، معربا عن تطلعه إلى أن تسخر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. الخبر ده تتوقف أمامه إزاي يا أستاذ؟ تذكرين يا أستاذ ريهام أنه مع عقد المذكرات التفاهم بين إردوغان وبين السراج، مذكرة التفاهم حول ترسيم الحدود البحرية ومذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الأمن والتدخل العسكري التركي لصالح السراج في ليبيا، أني قلت ببساطة في رد واحد، في ردود احتياطية إلى الحركة الدبلوماسية، في رد أساسي هو التعجيل بمعركة تحرير طرابلس، وقد حدث شيء من ذلك بالأمس. بالأمس تقدم، يعني ظل الجيش الوطني الليبي اللي هو القوات المسلحة العربية الليبية على أبواب طرابلس الجنوبية لقرابة 8 شهور إلى الآن. هو في يوم واحد تقدم إلى مسافات قربته في بعض النقاط من مسافة 4 كيلومترات تفصيله عن ميدان الشهداء الذي هو مركز العاصمة طرابلس، كما ميدان التحرير كان مركزا للعاصمة القاهرة في مصر. طبعا هذا التقدم هو المطلوب، ومطلوب إزاحة كل أسباب التلكؤ في هذا الباب، لان انا اعتقد انه الدور الاساسي يقع على عاتق مصر. مصر لن تتدخل عسكريا بصفه مباشره، يعني اي بجنودها وباسلحتها، لكن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي. المطلوب تطوير هذا الدعم وتكثيفه لتمكين الجيش الوطني الليبي من تحرير بلاده وبسط سيطرته على كامل البلاد كشرط جوهري لان تكون هناك دوله ليبيه. لما يبقى في دولة ليبية فيها جيش موحد وفيها أمن موحد، نستطيع أن نتحدث عن مستقبل أو عن تسوية سياسية. بصورة أخرى أو بعبارة أخرى، نعم الحل السياسي في ليبيا هو الأساس، لكن لا إمكانية للتقدم إلى حل سياسي بدون حل عسكري ينهي صحيح فكرة استثناء طرابلس. تمام، خلينا بقى ليبيا تركيا حصل تطور في الأيام الأخيرة. الاتحاد الأوروبي الذي طلبت اليونان مساندته بصفة اليونان عضوا فيه، وطلبت قبرص مساندته، كان قد عبر في بداية الأزمة عما يسمى قلقه. هيتطور هذا الموقف في الأيام الأخيرة إلى موقفه، إلى موقف رافض للاتفاقين أو بالذات لمذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية. ممتاز، في دقيقتين هستأذن حضرتك. المشهد السوداني النهاردة، المحكمة الجنائية السودانية أدانت الرئيس السوداني السابق عمر البشير في اتهامه في قضايا فساد مالي، حيث قررت المحكمة إيداع البشير مؤسسة إصلاحية لمدة 2 عامين مع مصادرة أمواله. وكانت المحكمة الجنائية الخاصة في الخرطوم قد قضت بسجن الرئيس السوداني السابق عمر البشير 10 سنوات في قضايا فساد مالي، وبدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس الماضي. كيف ترى القانون السوداني يعني يمنع سجن من بلغوا 70 من العمر، والبشير بلغ 70 من العمر، ورح يدي لمحة حقوقية لم أكن أتخيلها في القانون السوداني، نأمل أن تكون معدية هذه اللمحة الإنسانية. 2، النيابة العامة أصدرت بيانا قالت فيه أن هذه ليست القضية الوحيدة التي يحاكم فيها البشير، هناك قضايا أخرى العقوبة في بعضها تصل إلى الإعدام. هذا هو النص، لأنه استقبل الحكم بإيداعه
اصلاحيه يعني، او سنه يعني عاملين في مكان الاصلاح الاجتماعي كما يسمونه في السودان، اثارت استياء طبعا جمهور الثوره ضد الكيزان او ضد الاخوان في السودان، وفي نفس الوقت بدا التنمر واضحا على الجانب الاخر. المؤتمر الوطني الحزب البشير الذي تقرر حله، تقرر ايضا مصادره ممتلكات وتشكيل لجنه لجرد كل ممتلكات واعاده لخزانه الدوله. حزب المؤتمر الشعبي اللي هو حزب الترابي الذي انشق عن شقيقه البشير من عام 1999 اعلن انه لابد من تنظيم مسيره اسمها الزحف الاخضر لكي يسقط حكومه عبد الله حمدوك. هذا يؤكد ما قلت من قبل اننا قد نكون بصدد يعني صدمات واسعه في الايام المقبله في السودان. حاولوا تنظيمها اليوم لكن لم يحضر سوى عده مئات. من المعروف انه علي الحاج اللي هو امين العام لحزب الترابي ايضا قد القي القبض عليه. توقعت من قبل واؤكد ما قلت من قبل ان حزب الترابي سوف يكون مصيره الحل كما حزب البشير. فيه في السودان ما يسمى الحركة الإسلامية، تجمع أقساما منها حزب البشير وحزب الترابي وإضافة للسلفيين وبعض الطرق الصوفية، في معركة بدأت لكنها لم تنتهي بعد. الحكم على البشير النهاردة كان واحدا من أهون حلقاتها. المسلسل ينطوي على دراما أكثر وضوحا. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عبد الحليم قنديل، ويعني أشكرك على هذه النظرة طبعا والتحليل لما جرى اليوم يعني في أول أيام افتتاح منتدى شباب العالم، وهنبقى مع حضرتك طبعا خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك، وبشكر أستاذ المشاهدين. دي كانت تغطية مباشرة من مدينة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة. خليكم دائما مع إكسترا نيوز، مستمرين طبعا معكم طوال أيام المنتدى في تغطيتنا لفعاليات هذا الحدث الدولي المهم.